السلام عليكم، انا يوسف الزاهر الابن ديال الحاج حميد الزاهر. الان الحاج حميد الزاهر تتواجد بالانعاش في العنايه المركزه. كنشكروا القناه شوف تي في على هذه المبادره الطيبه، وكنشكروا الاخوان مصطفى احريج المسؤول في النقابه الحره للموسيقيين، والسي محمود الادريسي، والسيد محسن جمال، السي طنطاوي، الله يجازيهم بخير. راه داروا الواجب والزياده. كنطلبوا من الجمهور ديال الحاج حميد الزاهر الدعاء له والناس المغاربه كافه، والله يشافي جميع المسلمين، والله يشافيه ويشافي كاع المؤمنين والمسلمين كافه يا رب العالمين. وكنطلبوا من الناس المسؤولين واحد الالتفاته معنويه، الله يجازيهم بخير. راه لحد الان مازال ما كاين والو، حاليا مازال ما جا عندنا حد. قدر وهذا الشيء اللي كاين، الانسان راه في يد الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي كاين هذا هو الانسان، عيان هو رجل كبير شويه وتيعاني من المرض من منذ سنوات تقريبا اكثر من 10 سنوات دابا هو كيعاني مع المرض. تقريبا دابا خمس ايام دابا ان شاء الله. الاطباء الحمد لله الحاله في يد الله صراحه. الاطباء قال لك حنا مسلمين مؤمنين بالله، كيبقى الامر في لله من اول ومن بعد. هما راه دايرين اللي عليهم، طاقم طبي متكامل معاه. ايوا نسال الله تبارك وتعالى يقعد بوساد وبوساد المسلمين اجمعين. الله يحفظ لينا سيدنا، والله يطول لينا في عمره. ان شاء الله غادي يسيق اخبار سيدنا، وراه ما غاديش يقصر ان شاء الله، راه غادي يدير الواجب وزياده ان شاء الله. خصها تجي تكون في اخباره، وراه تنتسناو ان شاء الله تكون شي مبادره ان شاء الله. حاليا في التليفون بعد الفنانة اتصلوا، ولكن حاليا مازال ما جا حد صراحه، مازال ما جا حد بحكم يمكن الفنانة تتواجدوا في الرباط وفي مراكش، الله يكون في العوان. الناس عندهم التزامات، عندهم شغل البعد شويه، ولكن غادي يكون الخير ان شاء الله من المستقبل. تنتمنوا الخير. بارك الله فيكم، كنشكروا شوف تي في بزاف على هذه المبادره الطيبه، جزاكم الله خير. وكنطلبوا من الجمهور المغربي الله يجازيه بخير الحاج حميد يتعاونوا معاه بالدعاء، الله يجازيكم بخير الدعاء له، الله يجازيكم بخير. شكرا، تحياتي.